ثمانية أعوام من الجد والاجتهاد، ثمانية أعوام لرسالة إعلامية هادفة بسواعد أبناء المنطقة الشرقية الذين لقوا الدعم والنصح الكامل من الأب الحاني الداعم لطاقات الشباب. نشهد اليوم مرور ثمانية أعوام لمنبر إعلامي عمل على مخاطبة الصغير قبل الكبير ببرامج ترتكز على نهج ورؤى الحاكم والقائد الذي وضع الثقة بشباب المنطقة الشرقية. وها نحن اليوم نجني ثمار النهج الذي استزدناه من والدنا وثمار تحفيزه غير المحدود. ففي 16 من فبراير عام 2014 افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة قناة الشرقية من كلباء لتكون منبراً إعلامياً هادفاً تنهض من خلاله بمسؤولياتنا الوظيفية والوطنية لنصل لأعلى مستويات العطاء والتميز في تقديم القوالب التلفزيونية التي تخدم الناس وتلامس احتياجاتهم وتلقي الضوء على أهم منجزات التنمية الحضارية والتاريخية والثقافية والعمرانية في المنطقة الشرقية. الصعوبات والتحديات مستمرون بتقديم المزيد من العطاء. 8 سنوات من التفاني هنا الشرقية. بالتعاون والمثابرة استمر تميز وعطاء قناة الشرقية. 8 سنوات بعزيمة وإصرار للارتقاء في العمل الإعلامي وإخراج الصورة المشرقة لقناة الشرقية. جمعت بين العلم والثقافة والتراث.
فأبدعت فيها وتفردت بمحتوى ثري مميز. من هذا الصرح الإعلامي مستمرين بالرقي والنجاح. الشرقية من كلباء مرآة تعكس للعالم أصالة وثقافة مدنها على مدار 8 سنوات. ننقل هذا التراث وهذه العادات في المنطقة الشرقية لأهالي المنطقة الشرقية ونحفظها للأجيال القادمة. عمر، هلا، أعطيت الصوت. ثمان سنوات من العمل الدؤوب حاولنا من خلالها تقديم محتوى تثقيفي آمن لجميع فئات المجتمع من مختلف التخصصات. مساء الخير مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة من برنامج حديث المساء الذي يطلع عليكم عبر قناة الشرقية من كلباء. نجو فيها إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية ناقلين لكم أهم المستجدات والأحداث، إضافة إلى إلقاء الضوء على كل إبداع ينبع منها. إذن مشاهدينا، أمسية مختلفة لهذا المساء، مساء مختلف لقناة الشرقية من كلباء بمرور 8 أعوام منذ تأسيسها وانطلاقها بهذا النهج الإعلامي المميز الذي تنتهجه إمارة الشارقة برؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، آملين بإذن الله أن نوصل ونرتقي بهذا النهج الإعلامي بما ترتقي أو يرتقي مع رؤاه وتوجهه وتوجه دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن مشاهدينا، نستعرض معكم أهم عناوين هذا المساء. اقتراب موعد افتتاح أكبر سفاري خارج إفريقيا في إمارة الشارقة. الشرقية من كلباء 8 أعوام لرسالة إعلامية هادفة. مجلس خورفكان الأدبي يحتضن جلسة حوارية عنوانها مقومات النجاح. إذن مشاهدينا، الكثير من العناوين نستعرضها بإذن الله من خلال أمسيتنا لهذا المساء، ونبتدأ معكم جولتنا الإخبارية. نبتدأها بأول خبر. عبد الله بن سالم يفتتح معرض إلهام وروائع البندقية وفنون الإسلام. افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم الأربعاء معرض إلهام وروائع البندقية وفنون الإسلام الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وتجول سموه في أروقة المعارض وأروقة المعرض الذي يستمر 5 أشهر، ملقيا الضوء على امتداد تأثير الحضارة الإسلامية من خلال مجموعات فنية تعرض لأول مرة. ويأتي هذا المعرض نتيجة للتعاون بين هيئة الشارقة للمتاحف ومؤسسة البندقية للمتاحف المدنية، وتعرف سموه على محتويات المعرض الذي يضم ما يقارب 72 مقتني من الأعمال الفنية والوثائق المحفوظة في مؤسسة البندقية للمتاحف المدنية. ويرتكز المعرض على 3 محاور تتمثل في لقاءات وحوارات وإلهام، يتضمن كل منها باقة من وثائق الفن الإسلامي والفن الفينيسي ومختاراته، وتهدف هذه الباقة إلى تعريف الزائرين بتأثير الحضارة الإسلامية في شتى القطاعات والمجالات وأبرزها الفنون على تنوعها. إذن مشاهدينا، من هذا المعرض أيضا سالم بن عبد الرحمن يدشن جائزة أكاديمية العلوم الشرطية للابتكار. دشن الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم ظهر اليوم الأربعاء جائزة أكاديمية العلوم الشرطية للابتكار، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة والمقام في كليات البنين بجامعة الشارقة. وتأتي الجائزة لتوفير وسيلة آمنة للاستثمار في الطاقات البشرية وتعزيز القدرات التنافسية
وتحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فاعلة وداعمة في أكاديمية العلوم الشرطية. وتفضل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي بإعلان إطلاق الجائزة، كما تفضل بعدها بتكريم أصحاب أفضل 3 أفكار إبداعية خاصة بحفل اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، وأصحاب أفضل 3 أفكار إبداعية خاصة باليوبيل الفضي لأكاديمية العلوم الشرطية. إذن مشاهدينا، البناء بالطابعات ثلاثية الأبعاد عنوان المستقبل. تشرف وزارة الطاقة والبنية التحتية على تنفيذ أول المشروعات الحكومية على المستوى الاتحادي بتقنية الطابعات ثلاثية الأبعاد في منطقة المدام بالشارقة، وسط مؤشرات إيجابية تبشر بثورة في المستقبل القريب في قطاع البناء باستخدام هذه التقنية. التفاصيل مشاهدينا في المقطع التالي. تنفيذا لتطلعات حكومتنا الرشيدة وتماشيا مع استراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير العالمية واستجلاب التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ المشاريع، ارتأت وزارتنا في تنفيذ مبادرة طباعة ثلاثية الأبعاد لمشروع مبنى محكمة ونيابة المدام، حيث تم استخدام هذه التقنية في بعض المرافق. تم اختيار بعض المرافق في المشروع لتطبيق هذه التقنية لدراسة الأثر المالي والزمني في هذه الفكرة، ليتم تعميمها وتطبيقها في باقي المشاريع. ثبت لنا خلال تطبيق هذه التقنية تم توفير 50% من عامل الوقت، تم خفض معدل النفايات أكثر من 60%، تم تقليل عدد العمالة أكثر من 60%. من أهم ما تم لمسه في تنفيذ هذه التقنية استخدام مواد عالية الصلابة مخالفة جدا للمواد المستخدمة في المباني العادية، مما أدى إلى زيادة العمر الافتراضي للمبنى وكذلك زيادة مستوى الاستدامة في المباني. إذن مشاهدينا، أيضا من هذا الخبر ننتقل إلى طلبة جامعة الشارقة الذين يشاركون بمشروعات عبقرية بشهر الإمارات للابتكار. شارك عدد كبير من طلبة جامعة الشارقة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار المقامة حاليا بمبنى كليات البنين في الجامعة بمشروعات ابتكارية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة وتسهيلها. نتابع التفاصيل مشاهدينا في المقطع التالي. مشروعنا اسمه Arabic Dialect Identification، من حيث منحدد اللهجة المدخلة من قبل المستخدم. فمثلا ممكن نستخدم هذا البرنامج بتطوير سيرفيسز اوريدي موجودين بالعربي الفصحى عشان يتوسعوا ويدخلوا باللهجات العربية. هلا هو السيستم ندخل جملة بلهجة معينة، هو بيرجع لنا توب 3 كونتريز اللي اللهجة، يعني الجملة المدخلة من هي اللهجة. مثلا بتحط جملة مثلا من بلاد الشام ممكن يرجع مثلا سوريا والأردن وفلسطين. مثلا مشروعنا عن تحويل نص مكتوب بخط اليد من صورة إلى نص قابل للتحرير على شاشة الحاسوب. لقد قمنا بتطوير نظامين باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. أول نظام يتعرف على الأحرف، 18 حرف باللغة العربية، والنظام الثاني يتعرف على الكلمات. تعمل الخوارزمية على تقطيع صورة الكلمة إلى أجزاء وهي أحرف، ثم التعرف على هذه الأحرف وربط الأحرف في بعض. يستخدم هذا المشروع في المؤسسات التعليمية. مشروعي عبارة عن
روبوت ذات التوازن على دولابين. الفكرة من المشروع أو الهدف أنه يساعد كبار السن في نقل الأغراض أو الأشياء من مكان لمكان. فكرة التوازن أنه في سنسور يقيس درجة الميلان بتاعة الروبوت، وحسب السنسور أو حسب درجة الميلان والقراءات بتتحرك الدواليب في اتجاه الميلان بسرعة محددة بيحددها المستخدم في بالكمبيوتر على البروغرام. إذن مشاهدين، شهر الإمارات للابتكار يعود كل سنة ليظهر هذه الابتكارات وهذه الأفكار الجميلة والمختلفة والنيرة من جميع، سواء كان طلبة الجامعات طلبة المدارس، لكل من يمتلك إبداع وفكر مختلف واستثنائي يتم عرضه من خلال هذا الشهر، ويكون هناك العديد من الابتكارات حقيقة، وقد تكون أيضا اختراعات جميلة يتم عرضها في مثل هذه الأيام، ويتم أيضا الاستفادة منها في جميع القطاعات. إذن مشاهدينا، يعني غدا بإذن الله يتم افتتاح إنجاز كبير في إمارة الشارقة، وهذا الإنجاز يعتبر إنجاز استثنائي لإمارة الشارقة، خصوصا أن هذه الإمارة ليست فقط معنية بالإنسان والاهتمام بالإنسان، إنما تعتني أيضا بكل كائن حي على أرضها. غدا بإذن الله يتم افتتاح سفاري الشارقة الذي يمثل أكبر سفاري خارج قارة أفريقيا، ويعد مشروعا سياحيا وعلميا بحثيا لإكثار الحيوانات التي شارفت على الإنقراض، ويسهم في إعادة توطين الغزلان والمهى العربية والفهود وبعض الأفاعي والطيور. تضم سفاري الشارقة الواقعة ضمن محمية البردي في الذيد أكثر من 1000 حيوان، ومن أندر الحيوانات الموجودة فيها وحيد القرن الأسود المهدد بالإنقراض الذي جلب من أجل إكثاره والحفاظ عليه، إلى جانب الزرافات والفيلة ومعظم الحيوانات الإفريقية. يوفر المشروع مشاهدين للحيوانات الإفريقية بيئة من دون أسوار مماثلة لبيئتها الأصلية، التي ستكون بإذن الله جميعها لأول مرة في مكان واحد، ويمكن لجميع أفراد الأسرة زيارته ومشاهدة هذا العدد الكبير من الحيوانات والنباتات الإفريقية فيه. وتبلغ مساحة السفاري 8 كيلومترات، وتنظم جولات عديدة بالسيارة للزوار داخل هذه المساحة، ويضم مبنى سفاري الشارقة عددا من المرافق التي روعي في تصميمها طابع الحياة البرية الإفريقية التي تعتمد على الأخشاب والقش، وكما تضم أيضا 12 بيئة مختلفة تمثل الحياة والتضاريس في أفريقيا والحيوانات والطيور التي تعيش فيها. وفيها أيضا قسم للزرافات، أطلق منها 15 زرافة في البرية للتأقلم مع أجواء السفاري، وقسم أيضا آخر لوحيد القرن، وكذلك تتوافر بعض المباني الخاصة بمخيم زوار السفاري واستراحات للزوار، وأيضا مطاعم متنوعة. إذن مشاهدينا، بهذه المشاهد التي نراها لأكبر سفاري خارج قارة أفريقيا، أتوقع سيكون أجواء مختلفة، أجواء جميلة تقضيها الأسر وكل من يهتم أيضا بعالم الحيوان والتعرف على تفاصيل هذه الحياة البرية المختلفة في إمارة الشارقة، الإمارة الحاضنة لجميع البيئات حقيقة، والمهتمة أيضا بالإكثار من مختلف فصائل الحيوانات إن كانت المهددة بالإنقراض، أيضا الحيوانات التي توفر فيها بيئة مختلفة للحفاظ على هذه الحيوانات بوجود متخصصين في دراسة طبيعة هذه الحيوانات، توفير لها العلاج وتوفير أيضا التغذية السليمة. فاليوم لا داعي للسفر لخارج دولة الإمارات للتعرف على ما تحتويه سفاري أفريقيا، إنما أيضا هي موجودة اليوم في إمارة الشارقة، ونتعرف فيها على جميع الجوانب المختصة في هذا العالم وهذه البيئة المختلفة. إذن مشاهدين الكرام، بالتوفيق بإذن الله غدا في افتتاح هذا الإنجاز الجديد لإمارة الشارقة، وكما عهدنا هذه الإمارة إنجازات متتالية على جميع الأصعدة، إن كانت في البنية التحتية، في السياحة، في الاقتصاد، في تنمية الإنسان والحفاظ عليه، وأيضا الحفاظ على مختلف الحيوانات إن كانت برية بحرية، المحميات الطبيعية المنتشرة، وخصوصا عندما نتحدث عن المحميات فإننا نتحدث عن مدينة كلباء دورة الشرق التي بيئتها تعتبر بيئة مختلفة،
وأيضا اهتم صاحب السمو في توفير البيئة الحاضنة لمختلف الحيوانات من خلال مختلف المحميات الموجودة في مدينة كلباء. إذن مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم، وأيضا يصادف هذا اليوم افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لقناة الشرقية من كلباء التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، لتكون المرآة العاكسة لموروث المنطقة الشرقية وتكون أيضا المنبر لنشر ثقافة أهلها. وبهذه المناسبة احتفت قناة الشرقية من كلباء بمرور 8 أعوام منذ انطلاقها. نتابع التفاصيل مشاهدينا في التقرير التالي ولنا عودة. احتفت قناة الشرقية من كلباء التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بمناسبة مرور الذكرى 8 تؤكد فيها الاستمرار على المضي قدما في تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك منذ تأسيسها في 16 من فبراير عام 2014. طبعا نحن اليوم نحتفل بمناسبه مرور 8 سنوات على انشاء قناه الشرقيه. قناه الشرقيه من كلباء قدمت المحتوى الثقافي، المحتوى الاجتماعي، المحتوى التراثي، البحري، الجبلي، البيئي، كل ما تحتويه المنطقه. طبعا توجه القناه او ما تعمل عليه القناه هو نقل بيئه المنطقه لمشاهدين القناه، وأتمنى إن شاء الله أن تكون قناة الشرقية من كلباء قد وصلت لما هو يطمح له صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، وإن شاء الله نوعدكم إن شاء الله بمزيد من العطاء ومزيد من البرامج اللي تجذب اهتمام الناس من ناحية التراث ومن ناحية اهتمامات أهل المنطقة أو بيئة المنطقة الشرقية إن شاء الله تعالى. تحرص القناة منذ إنشائها على ترسيخ القيم الراقية ودعم جهود الموظفين والشركاء لتطوير الأداء وخدمة المجتمع عبر سياسات وتطبيقات داعمة للأداء والنتائج، وإقامة علاقات عمل إيجابية وبيئة عمل محفزة وجاذبة للكفاءات والمواهب. شفنا اليوم الحمد لله لك يا رب الموظفين الكل سعيد، ويمكن كان في جزئية يمكن أشرت لها من خلال حواري مع إخواني الموظفين، أن أتوقع يمكن أنتم كلكم اجتمعتوا اليوم لأول مرة تشوفون بعض كلكم، لاختلاف طبيعة عملهم، لاختلاف نظام العمل، لاختلاف أماكن عملهم، في أشخاص فترة الصباحية، أشخاص فترة المسائية، فكان تجمع الحمد لله لك رب. لاحظت الفرح والمشاركة من الجميع، حاولت أن أكسر الحواجز بين الموظفين بينهم وبين بعضهم، البعض أول مرة يتكلم قدام الميكروفون، البعض أول مرة يطلع اللي بخاطرة، فحبينا أن نحن ننقل هذه الفرحة هذه وكل واحد يعبر عنها بطريقته. وهن قناة الشرقية على مرور 8 سنوات منذ إنشائها، وأنا فخور جدا بأن أكون من أحد منتسبيها منذ نشأتها. شكرا لكم. أنا سعيد جدا بمرور قناة الشرقية لعامها 8، إن شاء الله من تقدم لتقدم. تواصل القناة تقديم سيرتها الهادفة التي أرادها سموها أن تخدم كثيرا من أفراد مجتمع المنطقة الشرقية من خلال البرامج المختلفة والموضوعات الثقافية والشبابية والرياضية والاجتماعية والتراثية المتنوعة. إذن مشاهدينا تابعنا معكم أجواء قناة الشرقية من كلباء لهذا اليوم احتفائها بمرور 8 أعوام من هذا المشوار الإعلامي المتميز والمختلف، وكما تابعنا فرحة الموظفين بهذا الإنجاز. كل سنة أو كل يوم يمر علينا في قناة الشرقية من كلباء هو إنجاز لما نقدمه للمشاهد والارتقاء بذائقة المشاهد من خلال مختلف البرامج التلفزيونية، وكل قسم حقيقة هو يعمل بمساندة الأقسام الأخرى
فكما ذكر أيضا يعني الأستاذ الفاضل والسيد الفاضل إسماعيل الحسني مدير قناة الشرقية من كلباء القائد الملهم وراء كل هذا العمل الجميل المنجز من خلال الموظفين، بأن فعلا هناك بعض الموظفين من يعملون في الفترة المسائية، هناك البعض من يعمل في الفترة الصباحية، فلا نلتقي دوما إلا في بعض الأوقات يعني. فكان اللقاء جميل في هذا الصباح، وبالتوفيق لجميع الزملاء ومن أيضا خلف الكواليس، يعني معنا أيضا المصورة ميث الكندي، الزميل عارف أيضا، فكل العاملين وخلف الكواليس أيضا من منتج البرنامج أسامة زهدي، أيضا إخراج البرنامج أيضا زميلتنا العزيزة خولة. سعيدين حقيقة بكل هذه الطواقم الجميلة في قناة الشرقية من كلباء، الزملاء الأعزاء، فبالتوفيق للجميع بإذن الله، وإن شاء الله نقدم محتوى إعلامي هادف يرتقي بذائقة المشاهدين. إذن مشاهدين الكرام، يعني يتحدى المرء نفسه دوما ويحقق أفضل اللحظات والإنجازات، فبالسعي الدؤوب تحقق الأفضل دائما، وابن الإمارات دائما ما يتحدى الصعاب ليحقق أرقاما عالمية وعربية، ويلمع اسم الإمارات دوما في المحافل المتقدمة. بطلنا اليوم فضل الرياضة الجوية المميزة على بقية الرياضات، وحقق أيضا الأفضل عبرها. يسعدنا اليوم أن نرحب بالبطل عبد الله ناصر الحمادي، لاعب في رياضة الطيران الشراعي. أخ عبد الله، أهلا وسهلا. مساك الله بالنور، يا مرحبا. اليوم نتحدث مع بطل، احنا دائما ما نحلم بالطيران، ودائما ما هي أحلامنا تكون يعني حالمة في السماء، لكن البطل عبد الله حقق هذا الحلم ويعني طار في السماء. بداية أحب أشكر قناتكم على الاستضافة الجميلة هذه، وأنا من أوائل المتابعين لهذه القناة المتميزة اللي دائما تدعم الرياضيين وتشجعهم وتطلعهم. هذا شرف لنا أن اليوم نشوف يعني متابعين يتابعونا، وأيضا يعني محتوانا الإعلامي ينال ذائقتكم وإعجابكم. أخ عبد الله، خبرنا وحدثنا عن هذه البداية الجميلة في مجال الطيران الشراعي. أوكي، البداية كانت أول شيء الطيران الشراعي عدة أفرع، اللي هو طيران الباراجلايدنج اللي هو يعتبر على الهواء طيران شراعي، عندنا الطيارات اللي هي الباراموتر اللي الماكينة اللي تحطينها وراء ظهرك، عندنا أنواع بعد الإكسايتر، الترايك، البور باراشوت، الطيارات الصغيرة كذلك. فأنا كنت من أنا صغير طبعا أحلم أني أكون طيار، فدخلت هذا المجال، حسيت هذا المجال تطيرين يعني مثلا تكوني طايره وتكون ريلت يعني تشوفين طيران حر يعني عرفتي كيف، فكان شيء احسه اقرب شيء للطيران واكثر شيء حسيت هذه هي كانت كهوايه، وطورتها وخليتها اليوم يعني وصلت الحمد لله مدرب وشاركت في بطولات عالميه ما شاء الله. لكن هل كنت تشعر فيها بالحريه؟ ايه اكيد طبعا، الشخص خفيف. هي طبعا عندك مظله وهذا وبدون مكينه، مثلا طيران باراجلايدنج بدون مكينه نطير في الامارات ما شاء الله، عندنا كذا مكان من افضل الاماكن الفايه، عندنا مثلا جبل جيس، جبل ينس، جبل مبرح، عندنا في استراحه السحب اللي افتتحها الشيخ الدكتور سلطان القاسمي من اجمل الاماكن للطيران بعد هناك، فجربنا في كل هذه الاماكن نطير، وكانت يعني كانت تجربه وايد حلوه جميلة. كان اخر مره هي. نعم، إذا يعني إمارة الشرقة جميلة في كل مناطقها، خاصة خرفكان ما شاء الله يعني يبال وبحر، تستمتع بالطبيعة. هذا لما يكون في يبل وبحر هذا من أجمل الأجواء اللي نطير فيها واللي تناسب لطيراننا نحن. نعم، لأن دائما المناظر العلوية تختلف عن يعني المناظر لما تكون على مستوى ما شاء الله خرفكان، يعني من فوق لما طرنا من استراحة السحب كان المنظر يعني روعة، من ارتفاع استراحة السحب. هي من استراحة السحب طرنا من هناك، أنا كنت كأول إماراتي وصلت تقريبا ارتفاع 1300 متر. كان هذاك اليوم كان في غيمة ووصلنا للغيم، يعني نحن كلاود بيس نسميها قاعدة السحب ندخل فيها. هي الطيران شو عبارة عن شو؟ عن دائما الشمس لما تضرب اليبل يحر. أوكي، فلما اليبل يحر مع اللي هو الحار هو دائما يرفعنا. الطيران الشراعي عبارة عن أنا حصلت مثلا ثيرمال اللي هو التيار الهوائي بتمحه من نفس المكان لما ارتفع فوق. يعني مثلا ما فيها مخاطرة عبد الله؟ شوفي هي رياضة آمنة، عندنا طبعا سيفتي مثلا الخوذة، المظلة الاحتياطية، مثلا إذا بطير فوق الماي عندي لايف جاكيت وهالأشياء، جميع أدوات السلامة تكون موجودة. أكيد طبعا، نعم. نحن أولويتنا السلامة أولا. دائما الأبطال حقيقة، وأنت أيضا كأول مدرب معتمد في الطيران الشراعي،
الأحلام تكون كبيرة، ويمكن أحيانا الخوف يكون قليل بما أن هناك في شغف في الطيران. فهل كان في مخاوف في البداية أم يعني ممكن حتى الآن لما تطير يمكن تكون في مخاوف في البداية، يمكن أول دقيقة من الطيران؟ أول شيء صح، هي كانت في البداية طبعا الخوف، دائما لما أبغي أكسر الخوف أجرب الشيء، وهذا نقول حق كل حد. في ناس يجون بيطيرون وهذا نقول لهم جربوا الطيران ما بتخافوا، يعني إذا أوكي جربتوا مرة مرتين ثلاثة بيروح الخوف. الطيران شيء جميل، أتمنى أنا الكل أنه يشارك ويجرب هذه التجربة. ليش جميل؟ شو الجميل في الطيران؟ جميل، تحسين شيء مميز. يعني تخيلي يعني أي حد والله يكلموني أنا وهذا يقولون بنطير، لما يطيرون يقولوا ما شاء الله ما توقعنا شيء. طبعا الطيران تشوفين يعني غير لما تشوفين المنظر من فوق، غير لما تشوفينا من مثلا طيران شرائي ثاني. طيب ما الأساسيات التي يجب على يعني كل من يريد الطيران أن تكون هذه الأساسيات موجودة فيه أو يتعلمها على أقل تقدير؟ يكون عنده لياقة طبعا، يعتمد من شخص لآخر. تقريبا أول شيء مرحلة التدريب تقريبا تنقسم إلى ثلاث أقسام. أول قسم ندرب المتدرب أنه كيف يتحكم في المظلة تحت على الأرض، عقب نعلمه كيف التيك أوف لاندنج يعني الإقلاع والهبوط. ندربه تقريبا نقولي 15 مرة، عقب بيبدأ يطير يسوي مناورات، نقول له روح يمين روح يسار، عرفتي كيف؟ فيكون سهل عليه مبدئيا أم تكون هو سهل يعني يناسب الكل، بس اللهم الواحد يكون فيه لياقة وجرأة شوي طبعا، وشوية إذا في خوف إن شاء الله بيكسر خوفه، أو ممكن في البداية يطير لمستويات يعني مستويات أنه مش مرتفع وهذا. نعم، وليه ما هذا يعني مثلا عندنا في الفاية مكان وايد حلو، هذا متميز جميل في الشارجة. هذا المكان نعم عليه إقبال كثير في الفترة الأخيرة خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة. هي وايد في هذا الفصل حلو، نحن في الشتاء وفي الصيف نحن دائما هناك ونطير، تقريبا عدد الطيارين فوق 50 طيار ما شاء الله. هي فنحن دائما هناك ونطير، وأي حد بيطير حياة والله جميل، وممكن ينتسب لفريقكم أيضا وتساعدونه في الطيارة إن شاء الله وندربه وهذا، ويكون حاصل على رخصة من منظمة عالمية. لابد أن يكون في رخصة. هي طبعا طبعا عشان يعرف قوانين الجو مثلا وين تلف إذا كان في طيار ثاني وين هذا. يعني أيضا إحنا نشوف في قواعد للمرور في الشوارع في الطرقات على سطح الأرض. أيضا في قواعد للمرور في الطيران الشراعي. هي أكيد طبعا في قواعد، إنه مثلا بقول لك مثلا في الفاية الحين أنت كمبتدئ أوكي طار في الليبل، دائما ما يلف على الليبل، لأن الهواء كيف نحن نطير؟ ما نطير أي وقت، نطير لما يكون الهواء ضارب سيدة على الليبل. لما يكون ضارب سيدة على الليبل نحن نسوي تيك أوف تقريبا من فوق صوب الليبل الفاية، نتم نناور على الليبل نروح يمين يسار لين ما نرتفع، نسوي شيء يسمونه سورينج. هذا اللي يخلينا نحن نرتفع. بعد ما يعني كمتدرب جديد نقول له ما تلف على الليبل. في بعض القوانين إنه ما ترفع الليبل، ما تسوي كذا كذا، لما يدخل شوي مرحلة الأدفانس نبدأ هي متقدم نبدأ ندربه في أشياء ثانية. جميل، لكن تعطوا الأساسيات في البداية حتى إنه يعني يكون متقن لهذه المهارة ويطير طيران سليم. هي طبعا طبعا أيضا البطل عبد الله أنت منقذ جوي كمنقذ في أيضا فريق الإمارات للإنقاذ. نعم منقذ جوي، فطريقة الإنقاذ أيضا تكون مختلفة عن الإنقاذ اللي تكون مثلا على سطح الأرض. طبعا شاركت أكثر من مرة مع فريق الإمارات. أنا تقريبا نحن تقريبا عددنا 5 اللي مع فريق الإمارات للطيران الشراعي للإنقاذ. أوكي شاركنا، كان في واحد مفقود في بحر أم القيوين. نحن طيراننا ليش يكون سريع وهذا؟ لأن غير عن الهليكوبتر إنه يكلف وايد وتكاليفه وايد وإنه شوي يتأخر. فنحن تقريبا لمدة إني ما أطير يبالي 5 دقائق بس أوصل الموقع حط الطيارة على ظهري وأطير، والرؤية من فوق على طول أشوف مثلا وين ضايع، خصوصا إذا في أماكن فوق البحر فوق اليبال فوق البر، يعني نشوف أسرع نطلع المفقود أسرع فعلا. هي فشيء جميل يعني والله. يعني في هل في مرت عليك بعض المواقف في الإنقاذ تذكرها عبد الله؟ كانت آخر للإنقاذ كانت في دبل في جيرة، كان الارتفاع اليبل تقريبا 5000 قدم، طرت وشليت معاي واحد وكان لاب يعني عنده منظار وشي، كنا ندور الريال لكن ما حصلناه شوية، لأن بس كنا نشوف يعني كان ربيع يشوف هذا ما حصلناه، عقب يومين حصلوا. فهي يعني سبحان الله هي على حسب المقدرة وعلى حسب وضوح الرؤية نحن نسوي اللي علينا والله. صح فعلا هي. وهل تشارك في هذا الإنقاذ كمنقذ هم من باب التطوع وحب أيضا التطوع؟ يعني هو حب للطيران الشراعي وأيضا لخدمة المجتمع طبعا هي. نعم. هو من باب التطوع أكثر شيء يعني.
أكثر المواقف اللي كتحدي مر عليك في الجو عبد الله؟ كنت أطير تقريبا من رأس الخيمة، لأن كنت أحاول كأول طيار أني أطير من رأس الخيمة لأن جبل مبرح اللي هو في فجيرة كان مكان جديد. نحن تقريبا 5 طيارين من طيارين الإمارات هنا من فريقنا، نحن تيست بايلوت يعني عشان نعرف ان هالمكان مناسب للطيران ولا لا، نسير المكان هذا نختبر المكان، اي ونختبر المكان، نشوف الشمس مثلا من وين تطلع من هناك من الشرق، اوكي اذا مثلا خرفكان الوقت المناسب للطيران الساعه 10 عندك في الفايل صباحا، هي الساعه 10 استراحه السحب، الوقت المناسب للطيران الساعه 10 الصبح، لان الشمس لما تطلع من البحر تضرب اليبل على طول، اما في الفايل بالعكس لما الشمس تغرب تضرب اليبل بالعكس. هي فنطير من هناك على حسب جبل يانس كان في راس الخيمه. هناك تقريبا الطيران المناسب الساعه 2 الظهر، اوكي لان عندك المغرب تقريبا. طبعا الوين دايركشن اتجاه هو يكون دائما لازم سيد على اليبل، نشيك عندنا برامج وعندنا كل شيء. اوكي تقريبا طرت من هناك انا اول واحد، كذلك جبل جيس كان شوي المكان صعب لانه كان في تيارات هوائيه ومطبات هوائيه. لكن نحن متدربين يعني برا وفي تركيا وكذا مكان ان المظله لما تخترب او يجي لها كولابس او ستول او شيء كيف تعالجينها، هذا ضروريه لكل طيار انه يكون ماخذ هذه الدوره عشان لا سمح الله يا له شيء ولا في الجو يعرف كيف يتصرف. واذا ما هذا في المظله الاحتياطيه تفتح على طول تقريبا 5 ثواني. لكن هذه تعتمد على مهاره الطيار نفسه هي طبعاً، وسرعه بديهته في التعامل مع الموقف. هي طبعا لازم بنفس الوقت، اذا مثلا انا كنت طاير من جبل يانس لين جبل فجيره تقريبا وصلت ارتفاع 1950 متر. كان الارتفاع هناك التيك اوف مكان الاقلاع 500 متر. طرت ووصلت لين الفجيره تقريبا 60 كيلو طرت بدون ماكينه بدون شيء طبعا على التيارات الهوائيه. وصلت هناك ان شاء الله مسافه، هي مسافه حلوه برا عن بعد نطير 200 كيلو 300 كيلو 3 ساعات 4 ساعات على حسب المكان. اوكي فكنت طاير وياني كولابس، يعني هو يعني يقول لك ما في طيران شراعي الا مع كولابس اللي هي ان المظله تتسكر شيء. هو شويه في خوف يعني، لكن مره بعد مره تتعودين تبدين يعني خلاص لما الواحد يمارس الشيء تعرف كيف تتحكم فيها. هي تعرف كيف تتحكم فيها انه ما يسوي لك حوادث وهذا. جميل، يعني هذه من التحديات اللي كانت تمر عليك. طبعا يعني لاحظت عبد الله من بدايه الحوار وانت ما شاء الله عليك تحاول تصل الى يعني ارقام قياسيه، الى مسافات، الى ارتفاعات معينه، هل هذا هو التحدي في عبد الله في شغف الطيران الشراعي؟ اوكي والله انا اتمنى دائما اشارك في بطولات واخبر المجتمع انه شو هذه الرياضه، لان في تقريبا عدد حلو في الامارات هنا من الطيارين، لكن يعني اتمنى حد يدعمنا في هذا الشيء. الدعم من اي نوع عبد الله؟ الدعم تقريبا من قنوات او شيء يقولون يعني يخبرون ان المجتمع ان لازم كل حد يمارس هذه الرياضه لانه وايد يعني حق الشباب وهذا. وايد جميله هذه الرياضه. هي جميل، يعني اتوقع ان حتى في الطيران يفتح افاق للانسان خصوصا لما انت تكون يعني في مسافات عاليه، يمكن اجواء تكون ملهمه للانسان في هذه الاجواء في الطيران. طموحات عبد الله المستقبليه الى اين يصل عبد الله؟ ما شاء الله عليك انت وصلت الى يعني لمست السحب. نحن تشوفي عندنا بعد كذا فريقنا احنا نشارك في كل فعاليات الامارات هنا، فعاليات العيد الوطني، اخر فعاليه مشاركين فيها كنا مهرجان الطبخ والتخييم كان في الفقيت. نحن فريقنا نطير ونشل اعلام على حسب المهرجان. من اكبر الفعاليات اللي سويناها فعاليه افتتاح اكسبو، شارك تقريبا فوق 60 طيار، وكنا شايلين الاعلام مال الاكسبو واعلام الشيوخ الله يحفظهم. هذا انجاز بالنسبه لك عبد الله، لانه فعلا اليوم لما تمثل بلدك او تحمل فقط علم دولتك هذا بالنسبه لنا نحن فخر. وطبعا دائما شو اللي ما قدمناه لوطننا يبقى قليل في حق وطننا. طبعاً. نعم طبعا البطل عبد الله ناصر الحمادي لاعب في رياضه الطيران الشراعي، بالتوفيق عبد الله في هذه الهوايه الجميله، وممارسه الطيران الشراعي بحد ذاته هوايه جميله جدا، وباذن الله نرى انجازات قياسيه قادمه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا عبد الله.